من جديد، أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارا بتطبيق الهيكل الراتبي الموحد للأجور للعام 13 و2000، حيث عدل القرار الحد الأدنى للأجور ليكون 425 جنيها. ويتكون جدول الأجور من الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل وعلاوة الحد الأدنى، على أن تظل كل العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكافآت العاملين المنسوبة للأجر الأساسي أو الإجمالي سارية وفق جدول الأجور للعام 2004. وأكد القرار على أن يظل الأجر المعاشي هو المرتب الأساسي المكون من الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة وبدل الترحيل والسكن حسب جدول الأجور للعام 2013 و2000، وهو الأجر الخاضع لاستقطاع المعاش وفق قانون المعاشات وقانون التأمين الصحي. ونص القرار على تطبيق الهيكل الموحد للأجور للعام 13 و2000 اعتبارا من الأول من يناير للعام 13 و2000 على كل العاملين بالحكومة القومية والولايات والقوات النظامية والهيئات والمؤسسات الحكومية. واستثنى القرار القضاة والمستشارين بوزارة العدل وبنوك القطاع العام، كما وجه القرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني بجدولة مستحقات العاملين اعتبارا من يناير 13 و2000. في السياق ذاته وبحضور وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراق سيد محمود ووزير الدولة بالوزارة أحمد كورمينو، وقع المدير العام لديوان شؤون الخدمة أبو العباس فضل كاجوك منشور الديوان رقم 4 لسنة 13 و2000 إذانا بالبدء الفعلي في تطبيق الزيادة في أجور العاملين ليكون نافذا ابتداء من الأول من يناير 13 و2000، على أن يبدأ صرف الاستحقاقات لكافة العاملين ابتداء من أول أكتوبر 13 و2000. وحدد المنشور الحد الأدنى للأجور ب 425 جنيها. كما أوضح المنشور كيفية معاملة الملتحقين الجدد بالخدمة المدنية من حملة البكالوريوس والدبلوم التطبيقي 3 سنوات والدبلوم التطبيقي 2 سنين وخريجي المدارس الثانوية الأكاديمية والفنية والتجارية. وتسلمت وزيرة الموارد البشرية والعمل المنشور من مدير الديوان لتعميمه على وكلاء الوزارات ومديري الوحدات الحكومية والهيئات والشركات العامة ومقرر المجلس الأعلى للحكم المركزي ومديري الخدمة العامة بالولايات، وصورة كذلك للمراجع العام ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومدير عام ديوان الحسابات القومية ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الأجور، أصدر ديوان شؤون الخدمة فصل منشورا فصل فيه مستحقات العاملين بالدولة. ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية اليوم المنشور رقم 4 لسنة 2013 إيزانا بتنفيذ الزيادات في الأجور التي وعدت بها الدولة لكل العاملين في الخدمة المدنية. الأجور إن شاء الله هتكون نافذة من أول يناير سنة 2013، لكن التنفيذ الفعلي هيبدأ من أول أكتوبر 2013، وحيكون في صرف جزء من المرتب قبل العيد، وإن شاء الله وزارة المالية تجدول المديونية من 1/1 إلى 30/9. المنشور حوى كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق هذا الجدول على العاملين بالخدمة المدنية في المركز والولايات والشرطة والدفاع والأمن، ما عدا الفئات التي يعني عندها شروط خدمة خاصة مثل القضاء والمستشارين بوزارة العدل وبنوك القطاع العام.